طيب ده مش سهل قوي يعني. عليا انت اللي هتمثلي يا ابني هيبتدوا ما بتكلمش لا بدون كلام قديم جديد كم كلمه؟ ثلاثة الاولاني مش عليهم؟ لا قصير واحد زي ما انت عايز انا على اخوش عليهم استوديو بيت استوديو ايه الدنيا يعني سما ارض ضايعين من غير حاجه كوكب ايه ده مش لماحه مامتك طب الثانيه قولي الثانيه 8 7 6 اكتوبر المدينه خلصنا استسلاميه قوي يا ايات قول لها ايه هو مش لازمه ايه يوم مالوش لازمه سهل قوي طب وايه انا اعرف بيعمل لي كده ليه ما المفروض بقى نقول النهارده امبارح مين اللي هيمثل هنا يوم كده جربي ماشي يلا تعالى كده قلت لك مش لما ماشي والله والله العظيم مفيش كلمتين اول كلمه بتنادي ينادي بزعق يا عمرو دي معروفه قوي صرخه صرخه نمله ولا ايه صرخه نمله يا سلام طيب انت هتمثلي ده سهل خالص اهو يا ايات ده سهل جدا ثلاث كلمات اول كلمه دوران لف ودوران لف ودوران طب ده كلمتين و ماشي مين هيمثل انا همثل ماشي اسهل عشان اقرب لك مش انا مش عارف امثله بس يعني مشكله ثلاث كلمات كتاب ورقة صغير محمد هنيدي محمد هنيدي انا عملت لك قصير ما عرفتش انا عرفته خلاص ثانية اللي هو ضوئي اللي هو لا عندي بدو... لا ماشي خلاص علي ايه لا هو مسك لك الميكروفون مايك قديم مش عارف انا عارف اي حاجة تانية خلاص تايم خلاص تايم جانا بين التاني ايه ده؟ جانا بين التاني طب ايه ده؟ مش كان مذيع؟ طب ما انا عرفتها يعني لا ما برضه عند ايه بتدوق عمرو مشي عمرو مشي عمرو زعل ومشي عمرو زعل ومشي عمرو زعل ومشي يعني ده فرصتنا ماشي اوكي مين هيمثل؟ هتتنقل صدقيني تعالي انت مثلي تعالي انت بس اسمع كلام تعالي بس عشان خاطر تعالي مثلي لا مش هعمل كده معاكي تمام ثلاثة اللي في النص الرجال ها الأولى ولا الأخيرة العالم كورة ملعب في المايك لما احنا في الاستاد لما كان حالنا نادي في فين احنا فين انا بلعب فين صيد جونة جونة صيد يا رب فرقة أهلي الوقت بيخلص يا خساره ده بيغش كتير يا خساره نادي نادي رجال السله ولا بتاع نادي رجال السله برافو انا همسك انا بتقولي الست نادي هتمثلي انت عالية ولا اوكي انتوا على اخر لحظه سهل خمس كلمات اول كلمه رصاص الرصاصة لا تزال في جيبي يا سلام محمود ياسين تمام حلو ده مين هيمثل انت بتعرف تمثل ده سهل جدا هو نوي ايوه ما هي لا هو شاطر هيعرف بس ايه ايه ساعديه قول له قديم جديد اي حاجه فيلم قديم اخر واحده خوف شيء من الخوف ايه ده استاذه الحقيقة يعني لازم دلوقتي اعلن بمنتهى الصراحة ومنتهى الأسف تجاه الفريق ده ومنتهى الفرحة للفريق ده فوز فريق ماما وابنها محمود على فريق بابا وبنت عليا فوز واضح وصريح ما فيهوش اي لبس بس قولي كده احساسك وانت مراتك وابنك اكتسحوك انت وعليا بقول حسبي الله ونعم الوكيل مش لا مش حاسس ان في عدل كان بصراحه
بتتكلم جد؟ بينكم 4-1. خلاص بقى خليني ساكت بقى، ما اعرفش بقى ايه اللي حصل بقى بره وانا في الحمام ولا اي حاجه. نظريه مؤامره جامده جدا. تتخيل نروح الحمام؟ ايات ايات انت والله العظيم. ربنا يبارك لهم يعني، انا مش هقول حاجه، هم برضو مننا يعني فتمام. وانت عاليه تعليقك بعد النتيجه دي؟ ما بابي مش بيساعدني عشان نكسب. ايه ده؟ مش مصدق والله. هما اتنين عارفين كل يعني حاجة. انا سكت وما رضيتش اقول ان انت مش فاهمه حاجه اصلا في اي حاجه. والله العظيم انا كنت عارفه اعمل ايه. يعني البال التاني مش عارفه تقوليها. انا جدعانة عليا. انا علمتك البيع، انا علمتك البيع. لا بابي هما عارفين. احنا فرقه واحده، تيم واحد. ترمي على ترمي على اللي قدامك او على اي حد. انا باباكي وبعلمك. كسر الحزبن على بابا على ابنه قصدي. لا بس انتوا اسره لطيفه جدا وجميله جدا. اسره لطيفه قوي الحقيقه. بس مش انا اللي اتغلب بقى في المنافسه. لا ان شاء الله. طب هي بتحاول يعني. بس على فكره احنا السنه الجايه نجيلك نعكس بقى، ابقى انا ومثلا محمود وتوتي و... لا انت ماما لا انت لازم تجيبينا السنه الجايه ونعكس ده على طول. عشان على طول مش متقبل الهزيمه خالص خالص بصراحه. وهنا لازم تقولوا لهم الحكم اللي هم هينفذوه قدام. وعايز اقول لكم انا عارفه دي لحظه صعبه جدا على عمرو محمود ياسين ان هو يكون. انا اول مره اعرف انه شغال في النادي فيديو، يعني اول مره اعرفها. ده عارف كل لا هو انا شيء من الخوف الحقيقه. لا مش مصدق شيء من الخوف. يعرفه منين؟ ايه ده؟ عامل ايه ده بده؟ هتغني؟ بص بقى ده احنا هنختم الحلقه دي بصوت الكروان عمرو محمود ياسين. الكاتب والفنان وابن الأسرة الفنية الشهيرة جدا، من أشهر الأسر الفنية في مصر. على المستوى الشخصي سلم عليهم كلهم كلهم. آيات آيات أباظة الإعلامية والمذيعة في قنوات النيل المتخصصة، وصاحبة الطلة البشوشة واللطيفة جدا اللي أنا سعيدة أن أنا قابلتك النهاردة. والأنجل عالية ومحمود عمرو محمود ياسين. كان في حماس بس اوقات غضب. بشكركم شكر جزيل وتصبحوا على الف خير.